معنا من العاصمة المصرية القاهرة عبر الهاتف الدكتور إبراهيم الغزاوي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. ماذا يمثل هذا الإعلان الكوري الشمالي باستكمالها لبرنامجها النووي بالنسبة لكوريا الشمالية وبالنسبة للعالم؟ مساء الخير على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين. الحقيقة أن هذا الإعلان من الرئيس الكوري بيعكس إصرار كوريا الشمالية على المضي قدما في مسار تجاربها النووية وعلى استكمال مخططاتها لما صرح به الرئيس الكوري، إحداث توازن من وجهة نظره بالقاطع، إحداث توازن نوعي في السلاح النووي ما بين كوريا الشمالية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، ومن الناحية الأخرى أيضا بيعكس يعني فراغ او ضعف المؤسسات الدوليه على راسها الامم المتحده وقرارات مجلس الامن وعدم قدرتها عمليا وواقعيا على انها تحدث نقله نوعيه في طبيعه الازمه ما بين كوريا الشماليه وما بين الولايات المتحده الامريكيه. وهذا ليس بجديد حقيقه، لانه يعني تاريخيا كوريا الشماليه دأبت على ان تسير دائما في المسارات التي تخططها لنفسها سواء في التسليح او في غيره، تحملت على مدار سنوات طويله كثير من القرارات الشبيهه والمقاطعات بانواعها المختلفه، ويبدو انها يعني ترى بشكل واضح وقاطع في مساله التوازن النووي نجاة لها من الوقوع ضحيه في يوم من الايام لهجوم امريكي. واعتقد ايضا انه منحى كوريا الشماليه يقترب الى حد كبير من نفس المنحى الايراني الذي دعبت ايضا على مدار سنوات طويله على تدعيم وتقويه قدراتها النوويه حتى وصلت في النهايه الى اتفاق نووي من جانب ايران. نعم. بشكل مناسب جدا اثناء اداره الرئيس السابق اوباما. دكتور، اثر التصعيد على كوريا الشماليه نفسها، وهل فعلا باعتقادكم يمكن ان تلجا الولايات المتحده للخيارات العسكريه؟ وإن لجأت فعلا على ماذا العالم مقبل؟ بالقطع الإجابة لا، ولا واضحة تماما لأسباب تخص الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قبل أن تخص كوريا الشمالية وقبل أن تخص توازنات القوى في شبه الجزيرة الكورية وتوازنات القوى في هذه المنطقة من العالم من آسيا على وجه التحديد. بالقطع أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ربما يعني التصعيد في وتيره التصريحات من جانب الرئيس ترامب كانت في اطار ايضا المسارات المعتاده من هذه الازمات سابقا، ربما الوتيره زادت سخونتها مؤخرا، ولكن ايضا هناك ادراك من الاداره الامريكيه وادراك بشكل واضح انه هذا الامر لا يجب ان يستمر الى مرحله التفكير الحقيقي في استخدام القوى العسكريه. وربما كان هناك تقرير حديث صدر عن صحيفة الديلي ميل البريطانية أنه حدث تراجع بالفعل في الموقف الأمريكي، لأنه أمريكا والقيادة الأمريكية تدرك جيدا أن مسألة البدء بهجوم أيا كان حتى لو كان هجوم تقليدي على كوريا الشمالية يمكن أن يتطور بشكل سريع إلى استخدام السلاح النووي ويهدد بشكل رئيسي العسكريين الامريكيين والتواجد الامريكي سواء في اليابان او في كوريا الجنوبيه وغيرها. شكرا جزيلا لك على المشاركه. نعم، اعذرني لضيق الوقت، الدكتور ابراهيم كان معنا عبر الهاتف، ابراهيم الغزاوي استاذ القانون الدولي وحقوق الانسان.